هنا في القدس المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بالجمعة العظيمة. شوارع وأزقة القدس القديمة اكتظت بالحجاج والزوار والمصلين الوافدين من كافة أنحاء العالم. وحسب التقليد المتبع سنوياً، ابتدأت المسيرة من حفص المسيح وجابت أزقة القدس القديمة مروراً بكافة مراحل طريق الآلام. اليونان التي تتواجد فيها أكبر جالية أرثوذكسية احتفلت بالجمعة العظيمة أيضاً. صاحب متجر لحوم في أثينا يقول: ما الذي يستطيع أن يفعل المستهلك حين يحرم من الموارد؟ إلغاء المخصصات وتخفيض الرواتب والبطالة. عيد الفصح هذا سيكون الأفقر، سيكون هناك المزيد من البطاطا والقليل من اللحوم. بذلنا جهداً لتخفيض الأسعار، خفضنا حوالي 30% من أسعار المواد الأساسية لأننا نفهم مشاكل الناس. لهذا السبب توافد الكثير من الزبائن. هذا ما قالته صاحبة متجر للحلوى في أثينا. الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليونان لم تمنع الأرثوذكس من الاحتفال بالجمعة العظيمة مع عوائلهم.